الآن رح نكمل أخبارنا مع إليسا اللي قدمت حفلة في مهرجان بنزرت في تونس، وهي حفلتها الثانية هالصيف من بعد حفلة أعياد بيروت. إليسا وصلت على الحفلة متأخرة، والسبب أنه طول الطريق ما بين تونس العاصمة ومدينة بنزرت، ولهالسبب ما كانت عاملة غير ميكاب وشعر، ودخلت بتيشيرت وجينز حتى تبدل ثيابها بغرفتها بالكواليس. ولأنه زيارتها لتونس جات من بعد غياب طويل، فالصحافة كانت بانتظارها، ولكنها اعتذرت عن إجراء المقابلات. زالت نفسانية معناتها لا ريبريز، نقول أنا مازالت معناتها بتي تبتي. إليسا راهو حتى في احنا تبعنا حتى في مهرجان حتى في بيروت ما عملتش كونفرنس. ومثل بحفلها بأعياد بيروت، دخلت إليسا على المسرح على أغنية إلى كل اللي بيحبوني، وغنت لحوالي 10,000 شخص. ليس عندها جمهور وقاعدة جماهيرية كبيرة، خير دليل على ذلك اليوم من متوقع أنها ستكون سهرة كبرى. الجمهورية التونسية الكل ما تتنقلت إلى بنزرت باش تتفرج في السوبر ستار الفنانة الكبيرة إليسا. وأكبر دليل على هالكلام هو تصدر هاشتاغ إليسا المركز الثالث بالترند العربي ليلة الحفلة، هذا بالإضافة أن الصحافة منحت لقب الكورال للجمهور. وحتى إليسا كان واضح عليها أنها كتير مرتاحة ومبسوطة، وغنت مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة. وكملت فرحتها وقت ما طلع هالمعجب يسلم عليها، ومن بعدها لما عطاها الجمهور هالطربوش اللي رقصت فيه. بس شكله بكل حفلة رح يصير معها حادث صغير، فمن بعد ما كانت رح توقع بكواليس أعياد بيروت، هالمرة من الزحمة يبدو أن واحد دعس لها على فستانها. ومن بعد ما خلصت الحفلة إليسا أكيد ما نسيت تشكر الجمهور بتغريدة على تويتر، فقالت إنها كانت ليلة مميزة.